profundo que me llega al alma. Dame un beso más, en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. كبير في منتجع سان رايز بمناسبة إنشاء رواية من أجمل الروايات في مصر والدول العربية، وهي باكورة أعمال الأديب المهندس المعماري صفاء محمد، وهي روايته ملائكة الرمل. وجد معروف على هذا الكلام الممتع الجميل. هنستأذنكم بعد هذه الكلمة، معنا الأستاذ السيد الرعب، هو زوج الأديبة وجد معروف عشان هيسافر دنيا، وهو بنكير في بنك أبو ظبي الإسلامي، هيقول كلمة. بس هنستأذنكم اللي احنا كده ممكن نقعد لبكرة، فكل حد يتكلم بعد إذنكم دقيقتين عشان ندي الفرصة. احنا النهاردة جايين كلنا نسمع بعض، وكمان في فقرات فنية رائعة هتمتعنا عشان نعمل فاصل إن شاء الله مع الأستاذ السيد الراعي وكلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو احنا هناخد دقيقة ونص بالظبط. سأعيد إلقاء قصيدتي في يوم الحفل البهيج للبشمهندس الأديب الكبير صفاء محمد، وكانت على نسق قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال في مطلعها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء. وأقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، صلوا عليه فقد أنار صفاء. في ليلة ميمونة برقت لنا من سرده من فنه أضواء، فأتاه حبا واعتزازا منهم من قدروه فآزروه فجاءوا. من عالم أو شاعر أو دارس، من ناقدين ونقدهم بناء، درسوا ملائكة الرماد رواية جلى بها ما يفعل الجهلاء.
يا مبدع المعمار قد أدهشتنا ببديع سرد فاض منك عطاء تدعو إلى الخلق الكريم شمائلا فهو الحياة هواؤها والماء وإلى اعتناق الحب ظلت معلما لو طاوعوا لن جابت الظلماء حب الحياة كما الجمال طريقه نهج قويم رائع والضاء حي مع الجمع الكريم إذا أتوك فبينوا وأضاءوا أم تعتمون بالصفاء وفكره إن الأديب بفكره بناء حياك يا ربي يا حبيب صفاء فالحب أنت بذوره والماء حياك ربي يا حبيب صفاء فالحب أنت حاؤه والباء والسلام عليكم ورحمة الله.